أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير عبد الله ناس عن بالغ تقديره والأسرة التجارية والصناعية بمملكة البحرين بتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد بإنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 مليون دينار بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات في القطاع الخاص، والذي جاء خلال العرض الذي قدمه سموه في افتتاح الملتقى الحكومي 2019. وأضاف رئيس الغرفة أن هذا التوجيه يعكس دعم سمو ولي العهد والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المستمر للقطاع التجاري البحريني لتمكينه من النهوض بمسؤولياته والقيام بأدواره الريادية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وكذلك تجاه تقوية العمل المشترك بين الحكومة والغرفة وتفعيل دور البناء وتفعيل الدور البناء للقطاع الخاص في خلق شراكة حقيقية وفاعلة بين الطرفين. وأكد أن الغرفة ستبدي التعاون الكامل والتنسيق المستمر في سبيل تنفيذ تكليف سمو ولي العهد، كما أنه ومن جانب آخر ستواصل دورها الريادي وإسهاماتها البناءة الرامية لتقوية أركان المنظومة الاقتصادية والتجارية في المملكة. كما أشاد السيد سمير ناس بانعقاد الملتقى الحكومي 2019 تلبية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمواصلة العمل الجاد نحو الأولويات والأهداف التنموية التي حددتها المملكة لتحقيق تطلعات المواطنين على مختلف المستويات.